شوفوا هاد الحمولة هادي غادية لأكادير وهادي غادية بابا بابا نحضر اليوم بالمطرح العمومي بمديونة بتاريخ يومه لإشراف على عملية الإتلاف المخدرات والتي تقارب كمية حوالي 4 طن من المخدرات، مخدر الشراء وأقراص المهلوسة وكوكايين والمعسل وكذلك النفحة. هذه العملية تأتي في إطار ضبط هذه المحجوزات من طرف الشرطة القضائية والتي أحيلت بشكل مساطة قضائية على هذه النيابة العامة واتخذ القرار بشأنها. وتأتي هذه العملية بإشراف هذه النيابة العامة رفقة باقي المصالح من مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك ممثلين عن السلطة المحلية وكذا الوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني وكذلك ممثل عن مكتب حفظ الصحة بمديونة. وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة لمكافحة التجارة في المخدرات. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.